بداية كل سنة وانتم طيبين. طبعا يمكن انا برحب بالمنصة طبعا الموجودة، واحنا بنقول لهم انتوا في مكانكم في بلدكم في مصر بلدكم التانية اكيد. برحب طبعا بكل الفرق اللي منتخبات بلادها تحت 20 سنة. طبعا مش عايزين نشكر اللجان اللي هي المنظمة اللي هي قامت على تنظيم هذه البطولة، نشكر من رشح مصر على تنظيم هذه البطولة، لكن الشكر الأكبر للإعلام المصري، للإعلام المصري أنا أعلم مدى أهميته في الفترة اللي جاية. الإعلام المصري اللي عليه دور كبير جدا في نجاح هذه البطولة أو يودينا في مكان تاني، لكن أنا عارف إن طبعا البطولة تهم كل مصري، كل إعلام مصري عليه إن هو يتواجد معنا، لكن إحنا اللجنة الإعلامية اللي موجودة في اتحاد الكورة طلبنا كل من هو إعلامي أن يكون موجود معنا في اللجنة الإعلامية. مفيش حد إن هو ممكن نقول إن إحنا خصينا حد عن حد، إحنا كل الناس تبقى موجودة معنا في الفترة اللي جاية، لأن عليكم دور كبير جدا في نجاح هذه البطولة. زي ما أنا بشكر طبعا مدير الكورة حسين وليد، كان دور مهم جدا عندنا في الكورة، تفضل ثقة مع اللجان الموجودة مع الاتحاد المصري لكرة القدم على تنظيم هذه البطولة. نشكر استاد القاهرة اللي احنا موجودين فيه على التنظيم طبعا وعلى حسن الاستقبال، وان شاء الله يكون افتتاح يوم الاحد القادم ان شاء الله يليق بمصر، وان شاء الله طبعا احنا اكيد نشجع المنتخب المصري باذن الله ان شاء الله اللي هو هيكون المباراة الأولى في الافتتاح دي، اكيد هيبقى الدعم كله ليه ان شاء الله. نأمل ان منتخبنا ان شاء الله يحصل على البطولة، ده مش تعصب لأي حاجة، لكن دي طلب مصري طبعا، والإعلام المصري كله هيبقى مساند للمنتخب المصري في الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله. نتمنى لكل الفرق إقامة سعيدة في مصر، مش جديد عليهم تواجدهم في مصر، اللي مصر معروفة بلد مضيافة وبلد كريمة في الاستقبالات وبلد بتحب التنظيم ومنظمة جدا، فإن شاء الله بإذن الله يبقى افتتاح طريق حتى لو كان لجنة منظمة يبقى يأتي الوقت التنظيم، والوقت نفسه ما كان مختلف على أساس إن إحنا كنا عاملين نظام الافتتاح هيكون مسائي، لكن فوجئنا إن هو طبعا لازم يبقى في النهار هيبقى حوالي الساعة 3 الظهر، فده طبعا غير كتير جدا في الأفكار اللي كانت معمولة في التنظيم والافتتاح. ان شاء الله باذن الله نقدر نلحق نعمل حاجات كويسه جدا في الفتره دي ان شاء الله باذن الله. اتمنى لكم اقامه سعيده في مصر، وان شاء الله تكون بطوله تليق بمصر ان شاء الله. منتخب مصر زي ما نقول منتخب مصر بسفر رئيس الاتحاد المصري ان شاء الله باذن الله لكل نصيب فوز البطوله ان شاء الله. اشكركم على حضوركم وان شاء الله احنا مستنيين تسألوا في كل حاجة جوابها بإذن الله. شكراً.